بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، حدثتكم في آخر مجلس من مجالسنا عن الطيرة أو التطير، وقلت لكم الطيرة هي التشاؤم، يقال تطير يتطير تطيرا، ووقع في الطيرة أي تشاءم. وأهل الجاهلية ومن قبلهم كانوا يتشاءمون ببعض الأمور، وسميت الطيرة بهذا الاسم أخذا من الطير، لأنهم كانوا يسجرون الطير، فإن أخذ ذات اليمين استبشروا وفرحوا، وإن أخذ ذات الشمال تشاءموا وكرهوا. كانوا الطير يزجر يهجر إلى راح جهة غير يفرح، وخلاص نسافر، إذا كان راح يخطب قلت مليحة غادي نخطب غنتزوج بها، إذا كان راح يتاجر قلت تجارة رابحة طير رحيم، إذا راح الجهة الشمال يتشاءم، إذا كان راح يخطب قلت هذه المرأة ما فيهاش خير عليها، إذا كان راح يتاجر قلت راح نخسر، إذا كان راح يسافر قلت حسرة المصيبة فيتشاءم. هذا قديم أيها الكرام، هذا قديم. حتى ربنا عز وجل ذكره عن الفراعنة وعن الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام، قال ربنا عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إننا طائرهم عند الله. إذا لم تمطر السماء ولم تنبت الأرض جد القحط، ما كانش. وش يقولون؟ بسبب موسى عليه السلام والمؤمنين يتشاءمون بالمؤمنين. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ربنا قال: ألا إنما طائرهم عند الله، هذا الذي نزل به من القحط، من الجد، من البلاء. فالسماء لم تنبت، الأرض لم تنبت، بتقدير من الله جل وعلا. فلما التشاؤم؟ كانوا يتشاؤمون أهل الجاهلية أيضا، ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة طيبة. فأل كلمة طيبة أيها الكرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، كما ذكرت في مجلسنا الأخير. الطيرة أو التطير أيها الكرام يكون بمرئي أو بمسموع، حاجة تشوفها يطير بها إجابة، بمسموع يسمع صوت، خلاص يكون كذا شر. يكون بمرئي، شوف مثلا الغراب كانوا يتشاءمون بالغربان، الغراب شوفوا الغراب حق البومه، اذا تحط البومه فوق البيت قلت راح نموت وراح يموت واحد العائله، هي ما كانش منها. انت تموت لما يلحق الاجل تاعك، وانا اموت اذا وصل اجلي، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. واحد فينا اللي يزيد على الاجل تاعه، يلحق الاجل يموت الإنسان، لا هو نتيجة البومة راح يموت، يعني كل ما تجيش البومة ما يموتش، سبحان الله، ستموت يا عبد الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
إذا تكون بمرضي مشاهد للطيعوبات مثل البومة الغرب هكذا، تكون بمسموع تسمع صوت، تسمع كلمة. أحيانا بعض الناس يسمع كلمة قالها الإنسان يقول لك ما نخرجش، ما نتاجرش، ما نبيعش، لماذا؟ يقول لك سمعت واحد الكلمة يقول لك دوك الله يسقى، علاش؟ يقول لك هذاك وجه الشر ولا وجه النعس، الله خاف ربي، ما كاينش هذا وجه النعس ولا وجه الشر، احنا هذا تشابه. كيف بعض الناس يخرج يقول لك شفت فلان رجعت، يقول له الزوجة تاعو علاش رجعت؟ يقول لك ما نروحش، علاش؟ يقول لك فتحت الباب قدمني فلان، هذا كان كل ما قدمني ما ربحش، يقول لك هذا ما كان نخرج، ما يجوزش، هذا تشابه. يقول وجه النحس، يقول وجه الشر، يقول ابن واحد العبارة عندها يقول لك الجبر تاعه، يقول لها لا، يقول لك الجبر اللي تاع الخير، الجبر تاعه منحوس النحس، واحد، قد يكون بكم قائل، حكم ربي ذكر النحس في القرآن، ربنا عز وجل ذكر النحس في القرآن، فقال جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سورة القمر قال ربنا عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قد الإنسان ما يفهمش الريح ما يغلط لك، يقول لك ربي قال يوم نحس وقال في أيام النحسات والنحسات، أيام تاع النحس. لا، ليس المقصود ما يفهمه بعض الناس، لا، لاحق عاد باختصار، عاد استكبروا كما أخبر ربنا، باش طغوا، باش تكبروا، بما اغتروا، اغتروا بقوتهم، كانوا أقوياء جدا، كانوا أقوياء جدا، إيش قالوا؟ قالوا شكون يقدر لنا باختصار هذه العبارة، شكون واحد يقدر لنا؟ من أشد منا قوة؟ من أكثر منا قوة؟ ونسوا بأن الله عز وجل هو القوي العزيز، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ربي عز وجل عاقبهم لا شك بالريح الصرصر، ريح شديدة جدا من شدتها أيها الكرام لها صوت، صوت هي ريح الصرصر. ربنا قال في أيام النحسات، سورة القمر في يوم نحس مستمر. يقال الإنسان ها أيام نحسة، يعني كيف أيام النحس؟ نقول لا، ماهيش الأيام، هذه الأيام بالنسبة لقوم، بالنسبة لعاد كانت عليهم شقاء، علاش؟ ربي عاقبهم فيها بدليل أن الله عز وجل عاقبهم في أيام الأسبوع كلها، سخرها عليهم سبع ليالي وبعدها وثمانية أيام حسوما، ثمانية أيام كاملة، يعني ماذا أيام الأسبوع كامل أحسن؟ كل إنسان إذا استدرك ماذا أقول له استدرك بالحد اثنين ثلاثة وراه اليوم اللي ماشي نحسن. بالنسبة لعاد كانت شرا عليه لأن الله عذبه، وهكذا أحيانا احنا راكم تشوف يوم واحد صباحة واحدة وقف كما قال لي واحد الآخر مرة، قال لي روح توفى الأب تاعو رحمه الله، قال لي أنا لما وقفت باش في المصلحة في البلدية باش نصرح بوفاة الوالد وكذا، قال لي وقف لي بجنبي باش يصرح بازدياد المولود له، قال لي سنة الحياة. هذا فرحان زاد عنده زيوت، وهذا حزين توفى الوالد تاعه، هكذا الايام. بالنسبه للانسان كما يقول القائل عن هذه الايام: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصاب. نهارك فرحان، نهار ممكن تحزن، نهار تصاب بمرض، نهار توفى لك قريب، نهار يمرض القريب تاعك، نهار تمرض انت، نهار تدير العرس تاعك، نهار يزيد عندك مزيان، كاين فرح وكاين حزن، هذه سنة الحياة، ماهيش الأيام هي النحس، ماهيش الأيام هي النحس، لذلك ما يجوزناش نتشابه. قلت لكم في المرة الماضية هناك مثل عندهم قديما يقال أشأم من قويس، احنا ما نتشابهوش، لكن حتى باش تعرفوها فقط.
يقال أشأم من طويل. بعضهم كان كيشوف الإنسان ما يعجبوش يتشائم منه بزاف، يقول لك هذاك صار طويس، واش يكون طويس هذا؟ قالوا طويس تصغير لطاووس، كان اسمه طاووس، هو يصغر الاسم تاعو، شو يدلع روحه كما نقولوا حنايا، قولوا طويس، فاشتهر بطويس، علاش يضربوا به؟ نسأل الله العافية، يضربوا به مثل في التشاؤم، يعني يتشاؤموا به وبأمثاله، لماذا؟ قالوا ولد طويس حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، تبعوا معايا نهار توفى النبي صلى الله عليه وسلم، نهار زاد هو توفى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس حزينة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال خرج هو للدنيا، هذه شو حكى؟ قالوا وفطم يوم مات أبو بكر، بدا يرضع، عام تقريبا 3 شهور خلافة أبي بكر، هو فطوة، الناس كي تفطم الصابر من الرضا يفرحوا به، جاوا يفرحوا توفى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذه ثانية، قالوا وبلغ الحلم بلغ لما قتل عمر رضي الله عنه، نهار بلغ عمر قتل الفاروق عمر رضي الله عنه، قالوا وتزوج حينما قتل عثمان رضي الله عنه، وولد له حينما قتل علي رضي الله عنه، يعني من تربط الرقم ثم لم يضرب به المثل، لكن احنا نقول هذا مثل يقولون، أما نحن حتى كل إنسان صار لأن بعض الناس يجي يسألني أنا أسألني أكثر من مرة واحد يقول لي في الصحبة مع واحد الإنسان صار لي تقول لي نخرج فيه مرة ندير حادث بالسيارة تاعي نقول لك إيش تشاؤم لا طيارة في الإسلام تقول لي المرة اللي هيك يقول لي أنا شفتك كرايح هذا واحد يقول لي زيد ندير حادث بالسيارة تاعي قال لي زيد نقول ما نطيرش ولا الطيارة طيحة قال لي المرة الثالثة نشوفه في السوق يقول لي جيت نسوق هذيك السبعه يسوقوها لي ترى يقول لي هذا ماشي جن الشر هذا ماشي جرى قول له ما كانش تغير ربي عز وجل قدر لك بعض الاحداث المؤلمه المحزنه تتابعت تعالمت في ذهنك وارتبطت بهذا الانسان احيانا قدر ربي جرى هذا لا يعني ان العين ليست بحق يقدر يكون اصابك بعين صح ماشي تغير العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استقسمتم فاقسموا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة العين حق يطلق العين ليس العين حق شو هي العين؟ نظرة من حاسد نظرة مشوبة بحسد إنسان يشوف في الغالب هي بالنظر يقدر يسمع ويضرب العين مش تتابع لكن في الغالب النظر وفي قلب الحسد عين يصيبك بعين وإن يكاد الذين كفروا ليزنقونك أو يزنقونك بأبصارهم اقتسم عينه عين حق قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر يعني يقدر بالعين يموت ويدفنه يدخل القبر وتدخل الجمل القدرة جمل يكون لاباس به فهو بعين خلاص يمرض لا يجي يموت مو لاحق على الاقل سنة نذبحوا انا نستفاد منه ناكلوه ونكلوه وتدخل الجمل القدرة المقصود الطيرة لا تجوز في الاسلام تغير حرام في الاسلام بل هو شرك ايها الكرام لا يجوز للانسان يتغير لا يقول لك شهر هذا ماهوش مربوح لا يقول لك المكان الفلاني منحوس لا يقول لك الشخص الفلاني وجه الشر ولا جرات ماشي مربوحه ولا وجه النحس كل هذا حرام في الاسلام نسال الله ان يجعلنا موحدين هذا الطيره محرمه قبل لانها تنافي التوحيد لاحظوا معايا انسان يجي خارج يتلقى انسان يتطير ترده الطيره عن حاجه قال تصل ما ودته الطيره عن حاجه فقد اشرك قالوا ما كفارته يا رسول الله ما كفارته ذلك؟ قال من يقول احدهم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. شوفوا الطيره يجي خارج يخلق الانسان يطير ان شاء ترك ما نروحش. وراح توكل على الله فاذا عزمت فتوكل على الله. فكر يضعف التوكل يقول لك لا هذا ما احنا نروحش. يتوكل
لنكن موحدين صادقين ايها الكرام ولنجتنب التقاليد. ختاما، في كثير من اخوانكم واخواتكم يسالونكم الدعاء منهم من تزوج وينتظر ولد، نسال الله ان يرزقهم ذريه صالحه وان يعجل لهم بذلك، ومنهم من هو على فراش النار يطلب منكم الدعاء بالشفاء، نسال الله ان يجمع الامراض بين الاجر والشفاء، ومنهم المهموم بدين نسال الله ان يفرج كربه وان ينفس همه وان يقضي عنه دينه، ومنهم نسال الله ان يقضي الحاجات وان يتقبل منا الدعاء وان يرحم موتانا ويغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما سرنا وما اعلنا. سبحانك اللهم.